أكيد بأنه ما شاهده العالم كامل ماشي غير عبد الله جداد، ما شاهده العالم كامل بأنه غرفة الفار ما حكم الوسط ما حكم الشرط، كلهم كانوا متفقين على أن يحرموا المنتخب المغربي من ضربتي جزاء. ولو سجلنا ضربة جزاء الأولى لا كان للمقابلة يعني لون آخر، ولا كانت نفسية اللاعبين يعني فوق العادة. لكن باش انت تجي تقلع ضربة جزاء وتعطي ورقة صفراء اللاعب، هذا يعني ماشي الظلم، هذا الاحتقار الكامل. فلذلك أعتقد بأنه فوزي القجع رئيس الجامعة الملكية المغربية كرة القدم ما صدرش بلاغ رسمي من الجامعة يندد بهذه الخروقات، وأنه كيطلب فتح تحقيق. واليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم يمنحنا احتضان بطولة العالم للأندية في مراكش وفي أكادير، هذا من أجل ضرر الرماد على العيون. ما عرفتش، ولكن أنا ما كنفهمش في هذه المسائل لأنها كبيرة عليا. اللي كنفهم هو أن علاش ما التجأ المنتخب الجامعة للجنة التحكيم الدولية اللي هي معروفة، وعلاش ما أنه يصدر قرار إعادة هذه المقابلة وتكون سابقة في التاريخ. ولكن ما دام الأمر احنا مشينا الآن المقابلة ديال الترتيب، نتمنى إن شاء الله الكل خير. وما دام أنهم أعطونا حكم ثاني عربي اش كيقولوا لنا؟ راه أنتم أعطيناكم حكم عربي وشوفوا معاه، الله أعلم. المهم على أي هنيئة الجامعة والمنتخب المغربي والجمهور المغربي. ربما تلك المباراة شهدت أحداثا غريبة، كيف يعقل أنه يعني شك كبير في ضربة جزاء ولم يتم اللجوء إلى غرفة الفار، في حين أنه حالات أخرى كانت أقل قيمة وأقل حدة من اللجوء فيها إلى الفار. ربما سيناريو 2018 يتكرر مع المغرب مجددا، دائما إشكال مع الفار. ربما المباراة تم تأويلها بشكل كبير، أعتقد أنه في غياب معطيات موضوعية، لا تحدث عن معطيات فيها نوع من الحماس وفيها نوع من التأليب الرأي العام، في غياب معطيات موضوعية فإن ربما أي إشكال يتعلق بسلطة تقديرية للحكم وأيضا لحكام غرفة الفار، ما علامة استفهام على نظرتهم لهذه المحاولة بحكم أنه مختلف حكام أو مختلف الصحافة الدولية كلها اعترفت بأنه بما فيهم الفرنسيون أنفسهم بأنه كانت هناك ضربة جزاء. ربما يتوجب أن ننسى هذا الحديث مؤقتا، الآن لدينا مباراة الترتيب، يجب أن نعلم جيدا أن التاريخ سيحتفظ لنا بالمركز الثالث إذا احتلنا وإذا فزنا أمام كرواتيا. نتذكر كيف احتفل الجمهور البلجيكي ببلجيكا بعد احتلال الصفت في 2018، نريد نفس الاحتفال للمنتخب المغربي يستحق ذلك. والأكيد لا نريد أن ندخل هذه المباراة باستهتار كبير على أساس أنه كان الحلم هو النهاية، بل حتى الصف الثالث سيسجل للمغرب على أنه إنجاز ربما لن تصله دول عربية وإفريقية، ربما عقود وعقود. فبالنسبة للمقابلة ديال نصف النهاية بين المغرب المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي، كما شاهد الجميع بأنه كان واحد حيف، كان واحد ظلم تحكيمي للمنتخب المغربي، خصوصا في ضربتي الجزاء الأولى للاعب سفيان بوفال، والعالم كامل كيتحدث على هذه الفضيحة التحكيمية، كنعتبرها فضيحة تحكيمية في نصف نهائي كأس العالم. بكل صراحة قرار من الحكم ما عنده حتى تفسير، وبالخصوص بأنه غرفة الفار لم تنبه الحكم وما نادتش عليه من أجل التنبيه ديالو والتراجع عن الخطأ ديالو، هذا كيبين بأنه هناك ظلم كبير وكبير ضد المنتخب المغربي. نتمنى إن شاء الله الجامعة الملكية المغربية كرة القدم دارت لي عليها، دارت بلاغ ودارت طعن أو احتجاج قوي لدى الاتحاد لدى الفيفا. بكل صراحة احنا ما كنتضروش الكثير من هذا الطعن أو الاحتجاج، ولكن تنبيه الفيفا وتنبيه الرأي العام بأنه المغرب ماشي كما كنقولوا ماشي حيت قصير، يجب التعامل مع جميع المنتخبات على سواء القانون على الجميع، ماشي بعض المقابلات كما شفنا بعض المقابلات كيتصفروا ضربه جزاء اقل من ديال بوفال وديال ديال اوناحي وديال اللاعب املاح. بكل صراحه الجامعه دارت لي عليها، دارت الضغط ديالها، دارت الاحتجاج ديالها،
وبغينا الناس والناس المسيرين ديال الفيفا بانه المغرب اصبح ورقه صعبه في المنظومه الكرويه العالميه، فلذلك من هنا مستقبلا باش ما تعاودوش بهذه الامور هذه، خصوصا في التظاهرات العالميه في نصف نهائي كاس العالم. كنهني المنتخب المغربي وكنهني كذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم على راسها السيد فوزي القجع على العمل الجبار اللي داروا، وكذلك كنهديو هذه الفرحه العارمه ديال هذا الوصول نصف النهائي صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي كيتبع كل صغيره وكبيره ديال المنتخب الوطني ديالنا. بكل صراحه المنتخب الوطني دار اللي عليه، الجامعه دارت اللي عليها، شرفوا كره القدم المغربيه والعربيه والاسلاميه والافريقيه، ونتمنى ان شاء الله مزيد من التوفيق مستقبلا.